الله معكم. بيحكي أحد الأشخاص إنه كان عم يدرس بإيرلندا وهو من السودان، كان عم يدرس الطب بإيرلندا، وبيقول إنه حادثة صارت معه ما بينسيها أبدا. كان في محل بين جامعته وبين بيته ببيع أشياء كتير، منها ببيع كاكاو كتير كتير طيب. بيروح هو بيشتري الكاكاو بسعر 18 سنت، حق العلبة 18 سنت. بيقول بيوم فوت بلاقي حاطين رف جديد وبلاقي انه محطوط 20 سنت. وبما انه هو صار صديق مع الفتاة اللي بتبيع هونيك الاغراض، عيط له وقال لها شو الفرق بين الاثنين؟ قالت له نفس الجودة ونفس البضاعة نفس الطعمة نفس الشركة، بس يبدو انه صار في عندهم مشاكل ببلدهم بافريقيا، فبعتوا لنا البضاعة غليانة شوي، صار حق علبة الكاكاو 20 سنت. قال لها بس الرف اللي حده بعده مكتوب عليه 18 سنت. قالت له صحيح، هيدي البضاعة القديمة بعدنا عم نبيعها ب 18 سنت. قال لها بس ما حدا حيشتري من الرف الجديد اللي هو ب 20 سنت، يعني أنا حاخذ من اللي حقه 18. قالت له حقك. قال لو كل الناس رح تجي لعندك مش رح يشتروا من ال 20 سنت، رح يشتروا من 18 سنت. قالت له صحيح. قال لها طب مين عارف؟ خلطينه ببعضهم، هيك هيك صار حق العلبة 20 بدل 18. خلطينه ببعضهم وحط 20 سنت والعالم كلها بتتعود وبتعرف انه السعر الجديد صار 20. بتقرب، قال ما بنسى ابدا، قربت على دينتي وهمست بدينته وشوشته وقالت له هل انت حرامي؟ وقال ما بنسى هالامر، هيدا صرت طبيب هلا مشهور وما بتروح من بالي هيدي الكلمه اللي قالت لي اياها، هل انت حرامي؟ اليوم يا اخوتي بوضعنا الحالي انا بدي اسال كل التجار اللي عندنا، كل تاجر هو يسال حاله هل أنت حرامي؟ كل واحد هيك يقف قدام المراية أو بينه وبين حاله ويقول هل أنا حرامي؟ أنت يلي عندك البضاعة قديمة وشاريها على السعر القديم، واللي شاري الحبة ب1000 وعم بتبيعها ب10 وب20 وعم تربح أضعاف مضاعفة، سأل نفسك اليوم هل أنا حرامي؟ واليوم يا أخوتي بدي أقول لكم إنه الكثير منا بيعرف إنه السرقة خطية، بس اللي ما بيعرف بعد خلي يسأل حاله هل أنت حرامي؟ يا أخوتي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لكل تاجر اليوم بدي أقول له، لكل تاجر، هل أنت حرامي؟